السلام عليكم أصدقائي، ويا هلا ومرحبا بكم. هذا الفيديو هو استمرار للفيديوهات السابقة، واللي راح نتكلم فيه عن الأمور المكونات الأساسية للسوبر بيس اللي تخص نفس موقع سوبر بيس دوت كوم. ما هي المكونات اللي يتكون منها السوبر بيس، وكيف نتمكن من إدارة الموقع؟ راح نبدأ في هذا اللي هو الداتابيس. في هذا الداتابيس واللي يتكون من tables, triggers, functions, extensions, roles, replication, hooks, web hooks, wrappers and backup. أول شيء اللي هو tables، اللي هو احنا تعلمنا كيف نعمل tables. وإذا تحب تعمل table جديد بإمكانك أن تعمل بهذا الضغط ونفس الإجراءات اللي كنا نعملها سابقا. لاحظوا انه في عندنا هذا الديسكريبشن. هذا الديسكريبشن في الفيديو السابق احنا ذكرت عن مساله انه انت تعمل كومنتس. لما تعمل كومنتس، وخليني اوضح لكم المساله اللي هي هذه الاد كومنت. هذه الاد كومنت، الاد كومنت اما ان تكون على الجدول نفسه description او على العمود نفسه او على عمود معين تذكر الديسكريبشن. هذا الامر اللي هو مذكور هنا، يعني في التيبلز. الان في التيبلز راح تلاحظ انه هذا الديسكريبشن هو عباره عن الكومنت اللي احنا اضفناه على التيبل، على هذا التيبل. وبامكانك ان تضيف الديسكريبشن على اي عمود تختار انت، وبامكانك ما ذكرنا انه تضيف جدول إضافي، ونفس الإجراءات اللي كنا نعملها سابقا في عمل الجداول. إذن هذه أول شيء بالنسبة للتابلز. بالنسبة للتريجرز وبالنسبة للفونكشنز، هذه مسألة مهمة جدا إنه مطور الداتابيس أن يتعرف عليها ويتقنها. ليس فرق يتعرف عليها، لازم يتقنها، لأنه التريجرز والفونكشنز تقوم برفع كفاءة قاعدة البيانات البوستغريس بشكل كبير جدا. اذا الريسبونس تايم او رد الاستجابة لاي كويري اليوزر يبعثها الى السيرفر راح تزداد كفاءتها وسرعة الاستجابة بشكل كبير جدا باستخدام التريجرز وباستخدام الفانكشنز. لكن هذا الامر كبير جدا، يعني مثلا التريجرز والفانكشنز. انا في عندي يعني هاي السلسلة كاملة عن التريجرز والفانكشنز اللي هو PLPGSQL. بالمناسبة التريجرز والفانكشنز تسمى Programming Language PostgreSQL. إذا تشوف أنت PLPGSQL معناها التريجرز والفانكشنز. هذه السلسلة تتألف من 22 فيديو تقريبا 7 أو 8 ساعات متكاملة، تشرح كل تفصيل من تفصيلات التريجرز والفانكشنز. اذا ما راح نذكر اي شيء عنها الان، يعني باختصار موضوع كبير جدا، موضوع ضخم جدا، وموضوع مهم جدا. انت اذا كمطور تستخدم الداتابيس السوبر بيس، فمساله اتقانك للتريجرز والفانكشنز هي مساله مهمه لتحسين اداء اي تطبيق راح يشتغل على قاعده البيانات الخاصه بك. اي تطبيق سواء كان اندرويد او ويب سايت او اي شيء راح يتحسن مستوى ادائه من خلال تحسين مستوى اداء الداتابيس باستخدام التريجرز والفانكشنز. اذا هاي النقطه مهمه جدا. عمليه كرييت نيو تريجر هذه مجرد تضغط على الاد وتذكر بعض الامور، تعطي اسماء وثم تكتب التفاصيل. لكن ايضا ما راح ادخل في هالتفاصيل، لانه الدخول في التفاصيل بدون معرفه اساسيات التريجرز والفانكشنز غير مفيد. يعني مسألة انه فقط نخلق او ننشئ التريجر بدون ان نستغله ونعرف كيف ننشئه، مسألة ما فيها اي فائدة. لكن باختصار، اذا انت تريد تستفاد وتحسن اداء قاعدة البيانات الخاصة فيك، عليك ان تعرف كل تفصيل من تفاصيل التريجرز والفانكشنز، ثم بعد ذلك تبدأ بعمل التريجرز او عمل الفانكشنز، create new function مثلا. اذا هاي النقطة الاساسية. بالنسبة للإكستنشنز احنا تكلمنا عنها في الفيديو السابق، لكن في هذا الفيديو راح نلاحظ أمر معين.
اللي هي الاكستنشنز اللي اساسا هي مفعله على قاعده البيانات الخاصه فيك، مفعله هذه باي ديفولت مفعله، انت بامكانك ان تلغي تفعيلها، تسحب هذا وتلغيه او ترجع تفعله. خلينا مثلا البي جي ستات ستيتمنت اللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق، اللي هي تعطيك نظره عامه عن كل اليوزرز وكل الكويريز اللي تجري في قاعده البيانات الخاصه بك، هاي تكلمنا عنها في الفيديو السابق. البي جي ستات ستيتمنت عندنا مثلا البي جي كريبتو، البي جي كريبتو هي اكستنشن خاص بتشفير المعلومات، ولكن تشفير عمود واحد فقط اللي هي مثل ما تلاحظون كريبتوغرافيك فانكشنز. هذه الكريبتو بي جي كريبتو تقوم بتشفير المعلومات، مثلا عندنا الاكستنشنز الخاص بالبوستجريس جي دبليو تي جافا ويب توكن، هذا ايضا مفعل بمعنى ان انت تستطيع ان تعمل جي دبليو توكن الى اليوزر اللي قوم بالاتصال بهذا الداتابيس ويتصل بيك، يتصل بالداتابيس باستخدام الجي دبليو تي. هنا قاعده البيانات قادر على التعامل مع هذا الجي دبليو تي لانه هذا الاكستنشن موجود عليها. اذا اليوزر لما يتصل مع قاعده البيانات وهو عنده جي دبليو تي جافا ويب توكن، اذا قاعده البيانات بامكانها ان تتفاهم مع هذا اليوزر لانه ايضا هي تتعامل مع الجي دبليو تي. البي جي سوديوم اللي تكلمنا عنها في احد الفيديوهات السابقه ايضا هي تخص التشفير. البي ال بي جي اس كيو ال، بي ال بي جي اس كيو ال اللي انا ذكرت لكم اياها بروجرامينج لانجويج بوستجريس كيو ال، اللي هي عباره عن تريجرز والفانكشنز، ايضا مفعله. انت اذا ما تريد تستخدم التريجرز والفانكشنز في قاعده البيانات الخاصه بامكانك انت مجرد عدم لا تفعلها. لكن اذا انت ديفلوبر محترف وتريد تطور من قاعده البيانات الخاصه فيك وتريد تحسن من اداء كل التطبيقات وكل الويب سايت اللي تشتغل على قاعده البيانات الخاصه بك، اذا عليك ان تستفيد من البي ال بي جي اس كيو ال. اليو يو اي دي ايضا اللي هي ارقام خاصه. في عندنا اكستنشنز اخرى هي غير مفعله ولكنها موجوده ايضا بامكانك ان تستخدمها، لكن انا راح اعطيك مثال وين تلاقي هذه الاكستنشنز، المعلومات عنها اين تعثر عليها. مثلا طبعا مثلا في ال بي جي ستارت ستيتمنت، او خليني اوضح لكم مثلا هذا ال دي اي سي تي انترناشونال تكست سيرش ديكشنري تمبلت فور انتيجرز، لو تروح على البوستجريس المانيوال الخاص بها راح تلاقي هذا ال دي اي سي تي انترناشونال، كل المعلومات اللي انت تحتاجها اذا حبيت ان تفعل هذا الاكستنشن عليك ان تفهم ايش يعمل هذا الاكستنشن، فكل التفاصيل اللي يعملها هذا الاكستنشن هو عباره عن تمبليت قالب اللي في بعض الدكشنريز عن قواميس عن كيف تعمل سيرش على تكست، كيف تعمل سيرش على تكست، تعمل بحث على تكست معين. فهذا الدي اي سي تي تحسن من هذه العمليه، عمليه البحث عن التكست عن كلمات. مثلا في عندي انا تكست كبير، مثلا نفترض صفحه كامله فيها كتابه وارتكل موضوع يعني معين، انا اريد ابحث عن هذا في هذا التكست او في هذا المقال عن بعض الكلمات المميزه، كلمات مميزه. طبعا هذا الامر مهم جدا لانه انت احيانا تعمل، اذا تلاحظون احيانا في مثلا في الانترنت ما تسمح لك ان تضيف بعض الكلمات او تستخدم بعض الكلمات، الكلمات مثلا الخادشه للحياه، كلمات الخادشه للحياه مثلا ما تسمح لك انك تضيفها مثلا في اليوتيوب او في بعض المواقع الاخرى. مثل هالاكستنشنز هي اللي تقوم بهذه العمليه، انه تعمل سيرش على هذا التكست، على المقال اللي انت تريد تكتبه او على الكلمات اللي انت تريد تكتبها، واذا وجدت انه في كلمات غير مناسبه غير لائقه اللي انت تحطها تحددها، راح تقوم اما بحذف الكلمات او بحذف المقال كاملا، يعني لا ما تسمح لك انك تنشر هذا المقال. ومثل ما ذكرت لك انه مثلا في اليوتيوب او كذا هذا الامر موجود. مثلا هذا الدي بي لينك، هذا الاكستنشن دي بي لينك، هذا يربط البوستجريس كيو ال داتابيس وذين ا داتابيس،
خلينا نشوف ايش يعمل هذا الديبي لينك. اذا الديبي لينك هو عبارة يقوم بعملية اكسكيوت او اكسكيوت يعني تنفيذ كويري، عادة هي سيلكت وممكن يكون اي كويري اخرى بين قواعد البيانات نفسها، بين قواعد البيانات نفسها. اذا انت عندك بوستجريس كيول وعندك فيها هنا مثلا في سوبر بيس عندك مجموعه من قواعد البيانات، عادة احنا مش بس قاعده بيانات واحده، مثلا انا الان عندي قاعده بيانات واحده لكن مش بالضروره تكون عندك مجموعه من قواعد بيانات موجودين. اذا الديب لينك بامكانك اذا استخدمت ان يربط ما بين هذه قواعد البيانات هذه. هذه اكستنشن مفيد جدا ايضا. فالاكستنشنز كثيره اللي انت وكلها موجوده طبعا هي في المانيوالز، بامكانك ان تطلع عليها في المانيوالز وتشوف كل اكستنشن ايش يعمل وايش ممكن ينفعك. مثلا هذه هي كل الاكستنشنز اللي موجوده، هذا الاتش تي تي بي اللي اذا انت عندك ويب سايت ممكن تستخدمه. عفوا الانت اري اسف الانت اري كذلك ايضا هذا اكستنشن بامكانك ان مجرد ان تدخل على البوستجريس كيو وتعمل له سيرش راح يطلع لك كل المعلومات عن الانت اري اللي هي كيفيه التعامل مع الانتجرز على شكل مصفوفات اللي هي الاري، لانه التعامل مع المصفوفات مساله فيها تعقيد شويه. فلازم انت تكون عندما تستخدم المصفوفات تكون على حذر كبير جدا من تستخدم المصفوفات، لان المعلومات اللي داخل المصفوفات ترتيب المعلومات داخل المصفوفات قد يختلف من مصفوفة إلى أخرى، ولذلك أنت كيف راح تتعامل مع هذه المعلومات وكيف تستخرجها وكيف تصل إلى المعلومة محددة داخل المصفوفة. يعني أنا ما أريد مثلا أقرأ كل المعلومات اللي في هذه المصفوفة، وأنا ما أريد أوصل إلى معلومة محددة في داخل هذه المصفوفة، كيف أقوم بهذه العملية؟ الانت أري انتجر أري اللي حقة انت أري هي ممكن تنفعك في هذا الاكستنشن، ينفعك في هذه الأمور. ولذلك أنت تفعيل هذه الاكستنشنز يعتمد على حاجة تطبيقك، هل تطبيقاتك محتاجة مثلا جرافيكال، محتاجة بيز، محتاجة مثلا جي دبليو توكن. مثلا إذا أنا عندي تطبيق وكل اليوزرز اللي يتصلون مع التطبيق ما يستخدمون جي دبليو تي، طبعا جي دبليو تي مهم جدا لأنه هو مهم للسكيورتي، تأمين الاتصال ما بين اليوزر وما بين الداتابيس، إذن هو مهم جدا. ولكن فرضا لو أنت مسألة السكيورتي ما مهمة عندك وتريد أي مستخدم يتصل مع قاعدة البيانات بدون تأمين الاتصال، بدون عمل السكيورتي للاتصال الكونكشن، بإمكانك أن تلغي جي دبليو تي بي جي جي، بإمكانك أن تلغي، وإن كان هذا الشيء يعني ضار بالنسبة للسكيورتي. إذا هذه هي كل الاكستنشنز اللي أنت ممكن تفعلها على قاعدة البيانات أو ممكن تلغيها. بالنسبة للرولز، طبعا بالرولز احنا لاحظنا في بداية هذا لما كنا نعمل البوليسيز لاحظنا انه في رولز مثلا الانون وفي الاثنتيكيتد وفي رولز اخرى مثلا السيرفيس رول تكلمنا ايضا عنها والسوبر بيس ادمن. اذا نريد نعرف هذه، احنا كنا نشوف سابقا عدد محدود من الرولز لكن الان اتضح لنا انه في رولز كثيره، في رولز كثيره. يعني احنا كان عندنا في البدايه انون واوثنتيكيتد وبي جي سوليوم كي هولدر، بي جي سوليوم كي اي دي يوزر، بي جي كي ميكر، كي ميكر، وبعدين سيرفس رول والسوبر بيس ادمن والسوبر بيس اوت ادمن. لكن الان في رولز اخرى موجوده اساسا لكن احنا لما نعمل بوليسي ما كنا نشوفها، في رولز اخرى. طيب هذه الرولز ايش الخواص اللي فيها حتى نفهمها؟ خلينا ننطلق الى الانون. الانون لو تلاحظ الانون نضغط هنا لاحظ الانون ما في اي بيرميشن، ما عنده اي بيرميشن، ما عنده اي صلاحيه، هو مجرد كي، مجرد كي مفتاح نعطيه لليوزر، هذا الكي يسمح لأن يتصل مع قاعدة البيانات، يعني كاتصال فقط وليس كدخول إلى
الى قاعده البيانات، لا مجرد وصول الى قاعده البيانات. ولذلك تشوف انت ما عنده اي اوثنتيكيشن، ما عنده اي بيرميشن، ما عنده اي بيرميشن، مجرد هو شيء مفتاح. هذا المفتاح اذا كان هذا اليوزر يمتلك هذا المفتاح فهو بامكانه ان يقوم بالتواصل مع قاعده البيانات، تواصل فقط وليس دخول وليس اوثنتيكيشن وليس اوثرايزيشن وليس اي شيء، مجرد تواصل. بالنسبه للاوثنتيكيتد كذلك، الان لو نلاحظ بعض الفروقات عن مثلا السيرفيس رول، خلينا نشوف السيرفيس رول اللي انا مره تكلمت لكم عنه وقلت لكم انه هو عباره عن سوبر يوزر، وانه عليكم الحذر عندما تستخدمون السيرفيس رول، لانه السيرفيس رول هو يمتلك قاعده البيانات، وانك لا يجب ان تضع السيرفيس رول وتستخدمه على جانب الكلاينت سايد. لاحظ المكونات السيرفيس رول، البيرميشنز اللي عنده: User bypass every role level security policy. هذا اليوزر بإمكانه أن يتجاوز أي policy أنت تحطها على أي جدول على أي قاعدة بيانات. لاحظ الخطورة وين؟ لاحظ الخطورة عين الآن. هذا اليوزر بإمكانه أن يتجاوز كل policies، وبإمكانه أن يدخل على أي جدول وعلى أي قاعدة بيانات وأن يعمل ما يشاء. إذن لاحظ الفرق هنا. في يوزر آخر بعد اكثر خطوره اللي هو الادمن، هذا السوبر بيس الادمنستريتور اللي هو ايضا نفس السيرفيس رول. لاحظ هذا ايضا يوزر باي باس افري رول ليفل، وايضا في اضافات اخرى بيرميشنز اخرى. اذا هذه هي الرولز، وهذه هي شرح عن كل رول وايش هي البيرميشنز اللي يمتلكها هذا الرول. طيب الان خلينا في المرات السابقه كنا مثلا لما كنا شرحنا عن الرولز كنا نعطي الى رول معين الاوثنتيكيتد، كنا نعطي صلاحيه معينه على جدول معين مثلا، ونستخدم اسم الرول. يعني في على جدول ساين اب العمليه الانزرت لهذا الرول فقط، هذا الرول اللي هو الاوثنتيكيتد، اللي هو الاوثنتيكيتد. طيب الان انا ما اريد استخدم الاوثن، اريد استخدم مثلا ولنفترض هذا الرول اللي هو ما موجود في قائمه الرولز اللي احنا كنا نشوفها لما كنا نعمل بوليسي. هذا الرول ما كان موجود. طيب الان هل بامكاني ان اعمل بوليسي لهذا الرول ايضا؟ طبعا الاجابه طبعا اكيد. ولنفترض انه راح ناخذ هذه البوليسي ونروح الى الـ SQL Editor. هذه الـ SQL Editor الآن راح ندخل على الـ SQL Editor ونقوم بإضافة Policy على الـ Policy، مثلا نخلي نسميها اسم اليوزر نفسه هو Policy on Dashboard User. إذا هذا هو اليوزر، راح اعطيه بوليسي، راح اعطيه بوليسي على الساين اب، واعطيه مثلا العمليه انزرت، لكن لازم يكون هو هذا الرول، الرول ليس اوثنتيكيتد، الرول داشبورد يوزر. اذا انا عملت بوليسي، اعطيته هذا الاسم على هذا الجدول بهذه العمليه، ولكن لهذا الرول. هل بامكاني ان نضيف هذا الامر؟ نجرب. Run control، لاحظ success role return success. إذا أنا الآن ضفت policy على هذا الجدول لهذه العملية، ولكن لرول جديد إحنا ما كنا متعرفين عليه سابقا. خلينا نشوف الـ authentication policies. لاحظ بالـ sign up policy on dashboard user، ولاحظ اليوزر اللي هي أو الرول اللي هي راح تطبق عليه فقط داشبورد يوزر، داشبورد يوزر. نرجع إلى قاعدة البيانات وإلى الرولز، وهذا هو الرول. إذا هذا الرول الآن أصبح عنده بوليسي خاصة فيه على جدول الإنزرت، على جدول الساين أب، في عملية الإنزرت بإمكان هذا الرول أن يقوم بعملية إنزرت على ذلك الجدول. إذا هذه بإمكانك
مرة أخرى الحذر عليك الحذر في مسألة السيرفيس رول والسوبر بيس أدمن، هذين الرولين يعني خطرين جدا، وعليك أن تحصر استخدامهم فقط هنا، فقط في الداتابيس فقط، وأن ما تستخدمهم في الكلاينت سايد. الآن هل بإمكانك أن تعمل رول جديد وتحط له أنت؟ نعم أكيد، أعطي اسم رول معين ثم أعطيه بيرميشنز اللي أنا. لاحظ أن الرول الجديد في هذه ممكن مثلا طبعا تذكر اسم، مثلا ولنقل الاسم ماي رول مثلا، أنا بإمكاني أن أعطيه مثلا هذه البيرميشنز، لكن لاحظ في بعض الرولز محذوفة عنه، هذا الرول مثلا أنه هو يصبح يصبح سوبر بيس أو يصبح سيرفيس رول، ما ممكن. يوزر إز سوبر يوزر، ما ممكن. لماذا؟ السبب بسيط جدا، حتى في قاعدة البيانات التقليدية أنت لازم السوبر يوزر هو يعطي صلاحيات إلى يوزر محدد، يعطي صلاحيات إلى صلاحيات إلى يوزر محدد. خلينا نوضح لكم الفكرة. لاحظ هنا أنا. هذا اليوزر راح أنا أعطيه كل الصلاحيات، طبعا أنا أشغل على السوبر يوزر with grant options. هذه المسألة مهمة جدا. الآن هذا اليوزر هو السوبر يوزر، هذا السوبر يوزر الآن أو الأدمن يوزر عنده grant options. grant options معناتها هذا اليوزر بإمكانه أن يمنح صلاحياته ويعبرها إلى يوزر آخر، ومن ضمن هذه الصلاحيات أنه هو يكون administrator. إذن الرول الجديد راح يكون أيضا كadministrator، لكن على هذا اليوزر الأساسي اللي هو الadministrator الأساسي أو السوبر يوزر الأساسي، هو اللي يمنح grant option، هو الذي يمنح الرول الجديد صلاحيات الادمنستريتر. لذلك انت الان لو تلاحظ هنا ما بامكاننا ان نعطي لهذا الرول الجديد صلاحيات السوبر يوزر، لانه لازم نقوم فيها بشكل عمل، يعني لازم نقوم فيها بشكل على كود. يعني هم الان ما بامكانك ان تضيف رول جديد قادر على ان يصبح ادمن جديد، هم محددين هذه المساله. هذا المسألة تخص السوبر بيس. إذا أنت عندك اثنين administrator أو السوبر يوزر، service role والسوبر بيس admin. أما في تقليديا في الداتابيس بإمكاننا إحنا نخلي السوبر يوزر أو الأدمن يوزر يعطي صلاحيات لأي عدد ممكن إحنا نختاره من الرولز، فيصبحون عندك administrators ثانويين. إذا هذه النقطة المهمة بالنسبة أنت عندما تقوم بعمل رول جديد. بالنسبة للريبليكيشن طبعا هم شيء جميل، هذه بالنسبة للسوبرفيس ان هم يعملون الريبليكيشن. الريبليكيشن هو عملية النسخ الاحتياطي للسيرفر، معلومات اللي عندي موجودة أنا على هذا السيرفر، كيف اقوم بعملية نسخ احتياطي والاحتفاظ بهذه المعلومات المنسوخة على في مكان اخر على جهاز اخر، هذه عملية الريبليكيشن. فهم الآن سوبر بيس تعمل ريل تايم، يعني آنيا تعمل ريبليكيشن على كل العمليات، عمليات الإدخال المعلومات، تحديث المعلومات، حذف المعلومات والترانكيت. ولاحظ هنا لو تضغط على الجداول، طبعا حاليا هي غير مفعلة، الريبليكيشن غير مفعلة على أي جدول، أنت بإمكانك تفعلها مثلا على هذا الجدول أو على كل الجداول، انت حسب حاجتك تعمل الريبليكيشن وتعمل. يعني اذا انا لما اختار الان اعمل ريبليكيشن على هذا الجدول، كل معلومات هذا الجدول راح تخزن وينعمل من عندها كوبي وترسل الى مكان اخر، المكان الاخر هو اللي راح تحفظ فيه نسخه من معلومات هذا الجدول لاستخدامها لاحقا في حاله لو لا يعني حصل اشكال عندنا في هذا السيرفر الاساسي، سيرفر حصل في كراش، حصل في تعطل السيرفر. إذا بإمكاني أن أسترجع معلوماتي
الى السيرفر الاساسي. هذا هو فائده الريبليكيشن. لكن للاسف الريبليكيشن، طبعا الريبليكيشن هو النسخ، والباك اب هو الاعاده، اعاده المعلومات. هم هنا في السوبر بيس الريبليكيشن لكل يعني تستطيع ان تعمله بشكل ديفولت، لكن الباك اب ما تستطيع ان تعمله الا فقط للاشخاص اللي عندهم حسابات برو. يعني انا الان مثلا عندي حساب سوبر بيس ولكن حساب اولي، حساب البرو هو لازم تدفع شهريا مبلغ من المال وتتحول الى حساب البرو. هذا الحساب البرو هو الوحيد فقط القادر على عمل الباك اب. اذا انت لو عملت ريبليكيشن هنا، صحيح ان معلوماتك راح تخزن على في مكان اخر، لكن للاسف ما راح تتمكن انه من عمل باك اب لها اعاده هذه المعلومات الا اذا كان حسابك على سوبر بيس هو حساب برو، وبالنتيجه لازم تدفع مبلغ شهري حسب الاشتراك. اذا هذه بالنسبه للريبليكيشن وبالنسبه لل الباك اب. الباك اب عمليه طبعا هنا عندك البوينت ان تايم ريكفري، ايضا بوينت ان تايم ريكفري او يسمى بي اي تي ار بوينت ان تايم ريكفري. البي اي تي ار هو انه بوينت ان تايم ريكفري، انا احدد متى اعمل الريبليكيشن، ومتى اعمل الباك اب، متى اعمل نسخ الاحتياط. احيانا انا اقدر انه معلوماتي اللي على السيرفر تتغير كل 10 دقائق، اذا انا احب ان اعمل ريبليكيشن كل 15 دقيقه، او مثلا احدد كل ساعه او كل نصف ساعه او كل ساعتين او كل 24 ساعه اعمل ريبليكيشن. اذا هذا هو المقصود في البوينت ان تايم ريكفري، بي اي تي ار، بوينت ان تايم ريكفري، انك انت تحدد في اي وقت تحب تعمل الريبليكيشن. وهنا ايضا الشيدول باك اب، امتى متى تحب انك تعمل الباك اب، تسترجع المعلومات. المسالتين لازم تكون عندك حساب البرو، سواء البي اي تي ار او سواء الباك اب، انت لازم يكون عندك حساب البرو. الويب هوكس هذه مساله متعلقه بال، اذا انت عندك ويب سايت وهذا الويب سايت تعمل عليه اتصالات، يعني من الاتصال من الويب سايت على قاعدة البيانات، على قاعدة البيانات، اذا هذا مختص فقط في الويب سايت. هذه باختصار اهم الاشياء اللي موجوده في هذه السكشن. بالبروفايدرز اعتقد تكلمنا عنها، كيفية استخدام هذه، كل البروفايدرز اللي انت بامكانك ان تسجل او تدخل عليه على قاعدة البيانات من خلال الحسابات. بالمناسبة انا نفس حتى هذا الحساب اللي انا داخل الان فيه على حساب السوبر بيس، انا ما عملت حساب على السوبر بيس، انا دخلت على السوبر بيس باستخدام حسابي الجيت هاب، اللي حسابي الخاص على الجيت هاب استخدمته للدخول على السوبر بيس، وما عملت اي حساب على السوبر بيس، انما دخلت على السوبر بيس باستخدام الجيت هاب. وهذه واحدة من الاشياء المفيدة حقيقة انه تسهل الامور، الا اذا انت حاب انك تعمل حساب عن طريق الايميل والباسورد فانت حر. لكن هذه ايضا مسألة ايضا جميلة، انه بامكانك ان تدخل على السوبر بيس باستخدام اي حساب لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا الايميل تمبلتس راح نتكلم عنه في وقت لاحق، لانه راح نعرف كيف نبعث الدعوات. انت السوبر بيس قاعده البيانات الخاصه بك تعمل دعوات الى، خلينا نفترض، زبائن لتغيير مثلا الباسورد الخاصه فيهم او لتغيير اشياء، فانت تعمل ايميل وتبعثه. هذا الايميل التمبلت هو الصيغه اللي انت راح تبعث فيها هذا الايميل. احيانا اليوزر يطلب اني مثلا يغير الباسورد، ويغير الباسورد عن طريق انك انت تبعث له ايميل
وهذا الايميل فيه كود معين، وهو راح يستخدم هذا الكود المعين او لينك معين، يضغط عليه على اللينك ثم يقوم بعمليه اعاده ريسيت للباسورد خاصه به. فهذا الايميل تمبلت هو شكل الايميل اللي انا راح ابعته، كيف هو انا اتحكم به عن طريق هذه الامور واحددها بحيث يظهر الايميل عندما يستلم اليوزر يظهر بشكل معين. طبعا في بعض الامور هنا الاعدادات اللي راح نتكلم عنها لاحقا. هذه باختصار كل بعض الامور اللي مهمه ايضا اللي احنا لازم نعرفها في هذه. طبعا في هذا الفيديو اعتقد قاربنا على الانتهاء الوقت، فلذلك فضل نتكلم عن باقي الامور في الفيديوهات اللاحقه. الباكيت هو هنا هو عباره عن مثل ما تقول موقع لحفظ المعلومات. موقع هم يعطوك اياه السوبر بيس تحفظ فيه معلومات، قد تكون هذه المعلومات برايفت خاصه بك، او قد ممكن انت تجعلها بابليك. اي معلومات انت احيانا تحب تحتفظ بها على، لكن معلومات هي تخصك انت، ما تخص قاعده البيانات، ما لها علاقه بقاعده البيانات، هنا معلومات خاصه انت تحب. احيانا ملاحظات مثلا، تكتب بعض الملاحظات، تكتب مثلا عناوين ل مواقع مفيدة للتعلم مثلا، يعني بعض المعلومات الخاصة فيك، قد تجعلها المعلومات خاصة برايفت وقد تجعلها بابليك. انت مجرد تعمل الستورج وتعمل نيو باكيت، هنا تضغط على نيو باكيت وتعطيها اسم معين ثم تبدأ تستخدمها. ومثل ما قلت لك هذه المعلومات اللي موجودة في هذا الباكيت، الباكيت يعني السطل، السطل احنا بالانجليزي باكيت وباللغة العربية السطل، مثل السطل انت تحط فيه بعض المعلومات اللي تعتقد انت انها مفيده، لكنها ما لها علاقه بالداتابيس. هذه المعلومات ما لها اي علاقه بالمعلومات الموجوده على في الجداول وفي قاعه البيانات، مجرد معلومات توضيحيه انت تحب تذكرها او تحتفظ بها لنفسك. اذا اعتقد هذا الفيديو يكفي، وبامكاننا نكمل في الفيديوهات القادمه. شكرا جزيلا.